النهاردة لازم اشتري حيوان جديد، عشان قلت اول ما هتم المليون هجيب حيوان جديد وخلاص تميت المليون. بس هي في مشكلة صغيرة، ان انا مفيش معايا فلوس اشتري حاجة، وكل الناس في الكومنتات قاعدة تطالبني بالحيوان الجديد اللي انا قلت عليه لما هتم المليون. بس انا عامل لكم طبعا مفاجأة النهاردة، وعشان اعمل مفاجأة تليق بيكم هتحتاج مبلغ كبير، وعشان نجيب فلوس المفاجأة دي مفيش قدام الا حل واحد. يبقى مفيش غير الحجوج. دلوقتي هنزل للحجوج قدامكم عشان استلف منه فلوس وربنا يسترها. واهم حاجه ما تنساش تتابعني وتعمل لايك، وعايزين نوصل الفيديو ده ل 50,000 لايك، لان المفاجاه بتاع النهارده هتستاهل اكتر من كده. بص يا جدعان، عشان مفيش وقت للكلام بصراحه كده، انا مفيش معايا فلوس، فمفيش قدام حل دلوقتي الا الحجوج. وانا وعدت كل اخواتي وحبايبي ان انا لازم اشتري حيوان جديد لما تم المليون، واحنا دلوقتي تمنا المليون، فلازم اتصرف في المشكله دي. فمفيش حل الا الحجوج وربنا يستر. هو قاعد جوه دلوقتي، تعالوا نخش عليه كده مره واحده ونكبس عليه، ممكن يحن علينا ويدينا فلوس، وممكن ما يحنش ويضربنا، ربنا يستر. تعالوا نشوف. الحجوج قاعد جوه اخواتي، ربنا يستر. يعني انتوا عارفين طبعا ان الحجوج مادي قوي، اهم حاجه ابعد بعيد عنه وعن الفلوس. فاحنا داخلين بنطلب منه فلوس، فانتوا متوقعين ايه اللي ممكن يحصل اول ما نطلب منه فلوس؟ ربنا يستر. السلام عليكم يا ابي. ابيك؟ حلو قد منك يا ده، انا مش قلت لك اخفى بعيد عني؟ انا مش عايز اشوف خلقتك، جاي تحكى فيا ليه؟ ايه يا حجوك في ايه؟ ده انا بحبك يا عم لله في لله. خش يا في الموضوع على طول، اصل والاله هقوملك. كنت محتاج 20,000 سلف. هو اللي انا سمعته ده بجد ولا فيروس للودان؟ صدق بالله يا اخي، انا ما شفت عيل بجح زيك في حياتي. الناس بتطلب 20 سلف، بتطلب 30 سلف، بتطلب 40، 50، وانت بتطلب لي 20,000؟ تعال بقى وانا هديك 20,000. ما تيجي تاخد لك 20 ريال يا تعال. ده خطه اللي انا اخد فلوس من حقك وفشلت. طب اعمل ايه؟ طب انا وعدت الناس اللي انا قلت لهم لازم اجيب حيوانات جديده اول ما تم المليون، اعمل ايه في المشكله اللي انا فيها دلوقتي؟ وهجيب حيوانات ازاي؟ وانا مفيش معايا فلوس احلها ازاي دي؟ يبقى مفيش الا هو حل واحد، هستخدم الخطه رقم 2، بس هستنى لما الحاج يخش ينام. عشرين الف ايه؟ هما اللي بعشق. حلو قوي كده، الحاج دخل ينام. اتفرجوا بقى هنعمل ايه؟ دلوقتي يا جدعان خلاص جبنا الفلوس من الحجوج، ودلوقتي خلاص جاهزين اللي احنا نروح نجيب الكلاب. انا اسف اللي انا عملت كده، بس ما فيش قدامي حل تاني غير اعمل كده. اعمل ايه؟ ما انتوا اللي عايزين مفاجاه وطالبين مفاجاه، وانا الحاله ضايعه معايا. فاحنا خلاص جاهزين بالفلوس، وصاحب الكلاب قال لي لما تجهز بالفلوس كلمني، وانا موطي صوتي كده عشان الحجوج بيسمع دبه النمل. ودلوقتي هرن على صاحب الكلاب واقول له انت جاهز امتى ولا موجود امتى عشان اجي اخد الكلاب النهارده. تعالوا نروح في اوضه ثانيه بعيد عن، لان هو تحت في الاوضه دي، هنروح في اوضه ثانيه ونتكلم. الو، ايه يا كبير؟ الكلاب موجودة؟ طب انا جاهز بالفلوس دلوقتي. هتبقى انت موجود امتى؟ انا جاهز النهاردة في اي وقت. خلاص؟ بالليل يعني؟ لما تيجي من الشغل؟ خلصانة ماشي. لما تيجي بس اديني رنة، هتجيلي عند البيت؟ خلاص، ساعة ما تيجي بس اديني رنة وانا هنزل لك على طول، بس ما تندهش عليا، رن عليا. لا لا مفيش حاجة، بس زي ما قلت لك كده بس واكلمك. خلاص ماشي. دلوقتي يا جدعان هنستنى لما الدنيا تليل علشان نروح نجيب الكلاب، خليكم معانا. دلوقتي احنا بنستنى الدنيا تليل عشان نروح نجيب الكلاب، والمفاجأة اللي انا عاملها لكم كمان ان انا مش هشتري كلب واحد، هشتري 2، وهم سعرهم غالي، عشان كده كنت بطلب من الحجوج 20,000. وخلاص كده الدنيا ليلت، والراجل بيستناني قدام البيت، وهنزل لهم عشان نروح نجيب الكلاب. كلابك يا جدعان محطوطة فين؟ فين بجد؟
انتوا عايشين هنا في الضلمه دي ازاي والخرمس ده ازاي بجد والله؟ الكلاب فين بقى؟ الكلاب فوق. فين؟ هنا في البيت ده. يا نهار ابيض، ده مغرت على بابا، انا خايف اخش البيت ده. انا لازم اخش سرداب. ايه ده؟ يا نهار ابيض، في سرداب هنا نخش. بجد انتوا عايشين هنا كده في المكان ده؟ يا نهار، ايه المنظر ده يا جماعه؟ الوضع غريب بجد والله، انا مش عارف هم قادرين يعني. في واحد دخل طلع وسابني، انا وقفت بره بستجم خمسه كده، اخد اعصابي الاول، بعد كده بخش نشوف الكلام ده والدنيا فيها ايه. يخرب بيت دشور. احمد خش معاه ومخليك جنبي، ما تعبش بال عني. لا لا، المنظر رهيب. خش خش خش، انا همشي وراك بس براحتك، لان المنظر بصراحه مرعب. يا نهار ابيض، ايه ده؟ المنظر ده يا الدنيا عامله كده. لا لا لا، بيت قديم كده. ها؟ بيت قديم ايه؟ لا ده تحس هنا ان احنا عايشين في مغاره على بابا. يا نهار ابيض والله، في حد بص من على السطح. ها؟ استنى يا احمد استنى. يا نهار، ايه البيبان دي؟ كل دي بيبان ليه؟ طب اللمبه دي مش شغاله ليه؟ يا نهار ابيض، الارض عامله اللمبه دي بتشتغل بالنهار بس. بالنهار؟ انت بتتكلم بجد؟ يا نهار، السلم عامل كده ليه؟ السلم شوف اسود ازاي، زي المغاره فعلا. والريحه في حاجه، ريحه غريبه جدا. انا اول مره اخش مكان زي ده. يعني واللي كده اسود. شوف وحش العنكبوت اللي هي بتبقى فيها العفاريت اهي. ايه ده؟ دي هنا ده العفاريت بالظبط. يا خساره. لا لا لا، المنظر فعلا فظيع. ما اطلع. ايه ده؟ اطلع يا عم. فين انتوا حاطين الكلاب فين؟ يا بتهزر يا محمد عباس؟ انت بتهزر يا محمد عباس؟ ايه اللي انت عملته ده؟ ما شاء الله ما شاء الله، ايه الوحش ده؟ ايه الجمال والحلاوه دي؟ ولا اسمه ايه ده؟ حرز. اسمه ايه؟ حرز. ولا حرز؟ لا 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 لا، وحش. لا لا فعلا جامد، ما كنتش متوقع الحلاوه دي. جميل 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 جميل. ايه ده؟ لعبي بقى. خد حرز احمد. بيهجم؟ يلا. ولا حرز؟ ولا حرز؟ حرز. ايوه والله العظيم فعلا. حرز. ولا ولا امي ودان الكلبه دي نايمه، كان دخل فيها شويه مره محاكماه ومن ساعتها ما عملتش. ليه بقى؟ مش عارف، اديت لها علاج برضك واديت لها حقن، ما فيش برضك استجاب معاها. لا لا بس هم كويسين، ويعني الكلب ده كويس شويه، حلو جميل، حتى قعدته حلوه ووشه حلو. الودان 11 ما شاء الله. ولا انت رايح يا احمد بس؟ 11 ماشي. كله تمام كله تمام. وده 18 13. فكنا الكلام وهناخدهم بقى، نقطهم مزرعتنا دلوقتي. يلا امشي، يلا تمشيش وراك ليه؟ يلا شعب الله يفرح بكم قوي. ايه جميل، يلا بره، يلا اطلع بره. يلا احمد عشان خايف انزل. خد لا تخش الدور عليا. يا نهار ابيض يا جدعان، انتوا عايشين هنا ازاي؟ مش عارف. هاي ده عينيها بتسرق يا احمد، عينيها بتسرق في الضلمه. بس بنش هنا. يا نهار ابيض يا جدعان، الناس اللي كانت معايا فين؟ يا احمد. نعم. لا لا، المنظر مرعب. انزل تحت. يلا كده. المنظر ده، المنظر ده، ستر يا رب، ستر يا رب. قلل في ايه؟ الاصوات دي. خلاص عرفتني ومشي ورايا، نسيت اصحابها وبقت ماشيه ورايا. تعال ايه يا بطل؟ تعال خد. شوف واقفه معايا، وقفت هم واقفين، هم اصحابها اهو واقفه معايا. خلاص هي حبتني، خلاص حبتني قوي. تعال تعال كميلي، تعال يلا، تعال تعال خد. شوف حبتني انا خلاص اهو. ولا لا؟ شوفوا يا جدعان هم مع بعض، جمال قوي الاثنين على بعض بصراحه. جمال لو شوف عاملين يلعبوا ازاي، شكلهم حلو قوي اهم، شكلهم حلو جدا هم قاعدين يلعبوا. ولا ايه الحلاوه دي؟ خلاص بقى يا جدعان، احنا واخدين اهمتي ورايحين البيت. شايفين الكلاب البلدي؟ عايزين يهجموا عليهم اهو. شايفين الكلاب اول ما شافونا؟ جدع جدع جدع، وراه ما تسيبوهوش. جدع جدع، يلا جدع. شايفين سامعين الكلاب؟ شايفين الكلاب اول ما شافونا اهو. اقف بقى كده يا احمد، اقف اقف. وخلاص وصلنا يا جدعان عند البيت اهو، خلاص وطالعين، والكلاب جايه ورانا دلوقتي، وهنطلعهم فوق عند بولا وشعبولا، ويا ترى ايه رد فعلهم اول ما يشوفوهم؟ وهتبقى مشاكل دلوقتي قدام دار على السطح. هات اطلع يا احمد، اطلع بقى، هات اطلع، اطلع اطلع فوق، اطلع فوق، تعال اطلع فوق، اطلع يلا.
فيها كاسحه جامده قوي. برضه كاسحه جامده. اطلع. طب اطلع اطلع، انت هتتعلم الادب. اطلع فوق اطلع فوق يا خليفه ولا اطلع 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 ما تخافش. يلا فوق. اطلع فوق. خلي بالك من بس يا بول، بس يا بول خلاص، بس يا شعبول بس يا شعبول. بقول لك ايه، اربطهم بقى في العين كده الاثنين. بس يا شعبول خلاص اربطوا فيها، اربطوا فيها حلقه اهي، هتربط فيه. بس يا شعبول خلاص، اخوات شعبول وصلوا اهو يا جدعان، اخوات شعبول اهو. بس يلا وحش يلا خلاص، بس خلاص. هي يلا يا عم، انت بتتفرج عليا في العين دي واعملها في اي خشبه من ورا. عدها يا اسطى، سيب ها اعملها في اي خشبه بقى من ورا. في اي خشبه من عندك يا احمد، اللي هو خالص اللي هو خالص. وبص اصنعها ما بين الخشب كده بحيث ما تقعش. وقف 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 كمان، وقف طول بالك يا احمد. يلا بس يلا بس، طول بالك انت بس، طول بالك. ايوه وقفها بقى بس خلاص، حط على الخشب خلاص، ما تقعدش بس. عسل قوي كده. احنا ربطنا واحد كده، ربطنا واحد جنب اخش عبولي. هنربط التاني فين؟ مش عارف. احسن حاجه في احمد مرة بشغل دماغه بس، زي ما هو كده يا اسطى، وفي الحديد زي ما هو كده اهو، بس زي ما هو كده. شوف يا حازم، حته حبل كده على السطح ولا اي حاجه. يلا جرى على جرى على يا شعب ولا، خليه يمسك الشجره يا احمد، خليه يمسك الشجره اهي. ويلا جرى على كاتش يلا، كاتش يلا، جرى كاتش. اضرب احمد على ابوس احمد بالراحه، جرى كاتش يلا يا شعب ولا. مش جامد يا احمد، مش جامد يا احمد. ايه يلا مش جامد ايه. كاتش كاتش يلا، جرى كاتش يلا، جرى جرى. بتضايق من دلو احمد، جرى جدع. بس عشان رجله وجعته واحد. احنا خلاص دلوقتي يا جدعان ربطنا الكلام زي ما انتم شايفين اهو، بس الدنيا ضلمه زي ما انتم شايفين ومش عارفين نصور اي حاجه. بكره الصبح بقى هنطلع نصور على الطبيعه واوريكم جمال الكلاب الجديد. يلا بينا. صباح الخير. دلوقتي خلاص احنا اليوم التاني بعد ما جبنا الكلاب، فدلوقتي هطلعه لكم زي ما وعدتكم بالظبط، ونشوف الكلاب على طبيعتها هتبقى عامله ازاي. بس اهم حاجه ما تنسوش تدعموني، وشكرا لكل دعم اخواتي. تعالوا بقى نشوف الكلاب. ده بقى يا جدعان الولد ما شاء الله حاجه جميله جدا جدا جدا، يعني انا بشبهه بشعبولة كده. شايفين هو لسه طبعا هايب المكان وهايب الدنيا، فخايف يعني، هو لسه بيستكشف. لا هتعمل ايه، وعدونا ولا ايه اللي حصل؟ طبعا اخته مش عارف راحت فين، بس اهي لسه خايفه اهي. تعالي. طبعا لسه بيستكشفوا المكان. هم دول اخوات اتنين قص على بعض، بس هم يعني احسن من بالليل، انا شايفهم احسن من بالليل شويه. قاعدين يلعبوا، هم قاعدين يهزرهم. طبعا هم شويه بس عم ياخدوا على المكان، يعني شويه ما ياخدوا على المكان هتلاقيهم قاعدين يلعبوا بقى ويهزروا وياخدوا على الكلاب. خير تعالي. يعني اصلا يعني عند بولا انا خايف. بولا شايفه واقفه عامله ازاي، قاعده تبص عليها ازاي، يعني مستغربه. الا بس يا بولا العبي معاها بس، تعالي. وده هنا قاعد لسه يشمشم في الاضواء. هم كل ده بيستكشفوا المكان، يعني قاعدين يلعبوا. تعالوا هنا، تعالي شوفوا قاعدين بقى ايه، يخشوا هنا ويخشوا هنا ويدوروا، قاعدين يلعبوا. تعال 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 ما تخافش. الواد ده عسل قوي، الواد ده قريب من شعبولة جدا يا جدعان والله. والاتنين على بعض شكلهم حلو، شكلهم. هو انا بصراحه بحب اللون الاسمر في الكلاب زي ما انتم شايفين كده، وقاعدين يلعبوا بس. العب يعني، ده لسه حجمه ده شرس، في شراسه، فعشان كده لسه انا عامل نفسي اللي مانيش خايف، بس انا في الحقيقه خايف. بس يا العب. طبعا هم كانوا متبهدلين عند واحد مبهدلهم اللي انتم شفتوه معانا في الفيديو، بس ايه يعني انا حاسس بامل. طبعا هيجوا عندها يظبطوا هيبقوا احسن. شوف اخته جايه تلعب معاه اهي. ده ولد وبنت مع بعض هتلاقيهم حلوين قوي يعني. ولا عامل ايه؟ خد تعالى تعالى هنا، تعالى
ايه ايه يا بطل عامل ايه؟ طبعا برضو كان لسه ما اخترت لهمش اسماء، فاحنا عايزين مع بعض نختار لهم اسم حلو. يعني انا مش عارف اسمي الولد ايه، والبنت انا مش عارف، البنت مشغوله بشعبوله ليه؟ بنت حبه شعبوله هناك ايه قاعده معاه، والولد شوف قال لها راح فين تعالي. ايوه انت بتاعت انا، بيغير عليها بقى. خد تعالوا العبوا هنا، مالكوش دعوه بالبله هتاكلكم، تعالوا. وبصراحه كنت مبسوط قوي اللي انا اشتريت حاجه جديده في مزرعتي، وانا بحب فصلت الريال بلاك عشان اشتريت دول كده وجبتهم، وقعدت معاهم قعدت اعلمهم شويه سلوكيات في المزرعه مش اي كلام وخلاص. والمفاجاه الكبيره اللي انا ما كنتش عامل حسابها حصلت.